تحت رعاية سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس الهيئة العامة للرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، أسدل الستار على بطولة العيد الوطني لرفع الأثقال والقوة البدنية، والتي نظمها الاتحاد البحريني لرفع الأثقال في الفترة من 16 وحتى 18 من ديسمبر. نعم، وذلك تزامنا مع احتفالات مملكة البحرين بالأعياد الوطنية وذكرى تولي جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه مقاليد الحكم. وبهذه المناسبة عرب سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة عن سعادته بالمشاركة الواسعة التي شهدتها البطولة من لاعبين ولاعبات من مملكة البحرين ودول مجلس التعاون بدول الخليج العربية وعدد من الدول الآسيوية والأوروبية، مؤكدا سموه أن مثل هذه التجمعات الرياضية تعزز الجهود في جعل مملكة البحرين محطة رئيسية في تنظيم مختلف الفعاليات الرياضية التي تساهم في دعم التوجهات لتعزيز السياحة الرياضية بالمملكة، بما يخدم التطلعات لتطوير منظومة الرياضة ويسهم في تعزيز دور الرياضة كرافد من الروافد التي تحقق رؤية البحرين 2030. وقال سموه: نقدر عاليا الجهود التي يبذلها الاتحاد البحريني لرفع الأثقال برئاسة السيد فارس مصطفى الكوهجي في تنفيذ الخطط والبرامج الداعمة لتطوير مستوى الرياضة ورفع مستوى وكفاءة المدربين والإداريين والرياضيين بهدف الوصول لأعلى المستويات، والتي تدفع نحو تحقيق مزيد من النجاحات في رياضة رفع الأثقال البحرينية. مشيرا سموه أن إقامة هذه البطولة في هذا التوقيت والذي يتزامن مع احتفالات المملكة بأعيادها الوطنية يعكس حرص الاتحاد على المشاركة والتفاعل في جميع المناسبات الوطنية، والذي يعزز دور الاتحادات الرياضية في التأكيد على القيم الوطنية ويعمق الولاء ويرسخ الصور هذه المناسبات في أذهان الجميع، بما يعزز المحافظة على مكتسبات ومنجزات هذا الوطن، مشيدا سموه بالمستويات القوية التي قدمها المشاركون في منافسات البطولة، مهنئا سموه الفائزين بالمراكز الأولى ومتمنيا سموه حظا أوفر للبقية في المشاركات القادمة. هذا وقد انطلقت البطولة منذ يوم الخميس الماضي، حيث بدأت بمنافسات رفع الأثقال التي شهدت مشاركة 50 لاعب ولاعبة، وتوصلت المنافسات على مدار يومي الجمعة والسبت بإقامة منافسات القوى البدنية التي شهدت مشاركة 70 لاعب ولاعبة.